عن ياسر من 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 من, من أرى ياك سهل الحوار ياك ينجح ياك الحوار جدي والشامل وجامع ولا مقصي في حد أيا كان. نمو حزبكم من المتوقع والله يقول بعض الناس عنه قد يأثر على أحزاب معينة من تركانكم دايرونه في الحسبان. و كيف مالي أنا التأثير إيجابي وسلبي. تأثير سلبي عن خالق قواعد معينة عنها تقدر تستقطبوه أنتم ولا تقدر تعذركم باللمنين وبالتالي عنه قد يأثر على أحزاب معينة. والتنافس ايا كان الضغوط التنافس ايجابي الاهداف نبيله وانا ارى ان ياسر من احزاب الموريتانيه وخاصه المعارضه اللي نعرف ولا ما اعرفهم للاسف ما في عنهم خبر احزاب المعارضه عندها اسم يكملها جلها اهداف نبيله واي تنافس او التنافس ايجابي حد عاد في حزب او عاد في حزب دائما يطالب بترسيخ الديمقراطيه والرفاهيه للمجتمع والعيش الكريم وهذا بحد ذاته نبيل من اي طرف من الاطراف ما ارى فيه التنافس. سيد الرئيس من دراية كان مكوثكم بالمعارضه لا يطول ولا فقط فتره عبور؟ ليش؟ كان حزب التحالف الوطني الديمقراطي بوزيسيون النهائي بوزيسيون معارضه والله كان فتره معينه ثانيه قدو نجبروا عنده بوزيسيون ماله هي ربما بناء على المستجدات ربما بناء على شفت الراجي انا والغيب ولا اعلم الا الله ان حزب التحالف الوطني الديمقراطي حزب التحالف الوطني الديمقراطي عدو الاغلبيه عدو اقوى حزب في موريتانيا وشكل الحكومه الانتخابات القادمه ان شاء الله عود من اقوى حزب ها هو اللي نشتغل هو اللي نطب حوله ونعود يحكم البلد هدفه هو حكم البلد وتحقيق مشروع السياسي المجتمعي للبلد اللي راجل يتحقق وراجل يتحقق فينا اذا ما تحقق فينا يتحقق باخرين ما يزعج المهم انه يتحقق افكاره تتحقق بحد ذاته يعود بالنسبه لنا نجاح كبير. لماذا سيد الرئيس تستبعدون الاغلبيه الرئاسيه من خيارات تحالفكم وتموقعكم؟ اوليست الاغلبيه خيارا سياسيا مناسبا للتاثير والتوجيه من الداخل؟ أنا رأيي تطرح قرار لا أتقاطع معهم بحسب الأمور وفي الرأي. ما تأمنوا بالتغيير من الداخل؟ تغيير من الداخل ما هو فلسفة عندكم ولا وجهة نظر ما هو ظاهر لكم؟ ما هو رأيي لا فلسفة قال بعد احترموا الآخرين. بالنسبة لي التغيير من الداخل نوع من التبرير بحسب الأمور اللي قاعد فتحقق في محادثه طيبه في الاغلبيه كنت تعود عن حسن نيه وقلت ارائهم جيده يقال نتيجه في الاغلبيه ما يحكم شجاعه يقولوا رايهم بكل اريحيه وبالتالي يعود عملهم ما هو ظاهر وانا بعد في حزب التحالف الوطني الديمقراطي في رايي نسيت الاستقلاليه في الراي وقول انا ذا حق وذا ظلم الدفاع عن المظلومين، الدفاع عن المهمشين، الدفاع عن المحرومين. هذا نزور واجب ديني، واجب وطني، وفوق كل اعتبارات سياسية. لذلك تبغى الاستقلالية تعود أكثر لك راحة. تعود حزب معارض، تعود الحكم معارضك. حتى عندك الحكم، ديك تجربة أخرى، عندك تحقق ديك الأهداف اللي تقيلها. من دراسة سيد الرئيس كان اهتمامكم بالحوار وربطكم بالتقدم المسألة الوطنية به، يكانوا ما يفرض على أنكم تعودوا على علاقة طيبة. كل اطراف الى عاد ما هو على مسافه واحده. لا يصلح لك شفت انا ارى ان احزاب المعارضه اللي نعرف اللي في قلت لك انا السياسه مارستها من 2005 افكارها وارائها اقرب هي ترسيخ الديمقراطيه بناء المؤسسات. نحن في حزب التحالف الوطني الديمقراطي مشروعنا هو بناء المؤسسات الدولة يعني نرى ان البناء يبتدئ من تحت ما هو فوق لابد ان تبني مؤسسات قوية مؤسسة قضاء قوية مستقلة جيدة مؤسسة برلمان قوية جيدة تشريعية مؤسسات رقابة قوية جيدة محايدة تعود الكفاءات والمساواة والعدالة
هي اللي تتم في البلد، ما هي قد يخرج الا بالشور بتراكمات ويمشي مع الوقت وطول النفس. نعم جات الطبقه السياسيه تحاور لين تبتنى ذي المؤسسات ذي الاعمده القويه تعود الديمقراطيه تترسخ وتقد تسكر عليها. يعود الهدف دائما هو التغيير من اعلى، وهذا قد يختصر المسافات قرب لي يضيع الناس من الفرص اللي كنا قد نبنوا الاساس قوي للبلد. وبعد في الحزب التحالف الوطني للديمقراطيه هدفنا هو بناء اساس قوي للبلد، بناء مؤسسات وطرح يمشي بتراكم مع الوقت. ياك يقوى وياك انت. ياك الناس هم اللي تحس به مؤسسات قويه. سيد الرئيسون في حزب التحالف الوطني الديمقراطي ما تطلعوا انكم تلعبوا دور تقريب وجهات نظر والله دور وساطه بين الاطراف ما دامت قناعتكم بالحوار؟ احنا ما نوصل. انا ما نلعب دور وسيط. انا اقول رايي بكل تجر بكل حريه. اللي صالح ضروري اقول صالح، واللي خاسر ضروري اقول خاسر. وشي تام اجبرت له يبين بادله، ما هي قاعد كتعدل البرلمان بانه خاسر ضروري اقول له عيني ما يفهم فيها. اللي ممكن عنده ممكن عنده، اللي ما ممكن عنده ما ممكن عنده. وشي صالح اذا ما قلت انه صالح اسكت فهموا عني. يا قهر نبقي الطبقه السياسيه والفاعلين السياسيين يشوفوا بلدهم اكثر من طموحاتهم واهدافهم الحزبيه الانيه. يخرصوا امورتان ابعد من ذا، ها هو اللي نبقي. ونعرف انا في المعارضه نعرف، وفي المنتدى بالاخص، وباحزاب وفي رؤساء وتهم ما عاد التكتل القوى الديمقراطيه لجميع احزابه، ان في من الوطنيه وفي من عزه البلد اللي يدور يتجاوبوا نشوفهم جديا من النظام في التعاطي مع الحوار. وبالتالي الكره الان في ملعب الموالاه، في ملعب الحكومه، يعني تمشي ورقه توضح فيها رايها حول موهبات طاحت المعارضه، اياك ينطلق الحوار وراجل من ينطلق وعود شامل وجامع وجامع الناس تامل. تسمحوا لي سيد الرئيس فقط استيضاح، انتم الحوار اساسي عندكم وشايفين عن القضيه الوطنيه تقدر تتطور لا فضل حوار على انه هو الحاسم فيه هو الحل. لماذا ما تطلعوا انكم تلعبوا وساطه ما دمتوا قادين وقناعتكم ذي بالحوار وعلاقتكم ببعض الاطراف؟ لان الطرفين هم المسؤولين عن الحوار، هم الاثنين على قد المسؤوليه الاثنين. لو كانت الخطا من المعارضه يقول خاطئ نوقف هون نقول خطأت. كل امان راهم زملائي حلفائي واقرب نتقاطع معاهم ياسلم النضال. يقال الكرة الآن في ملعب الموالاة. الحكومة هي الخاطئة لأنها ما تجاوبت مع الرسالة اللي مشات لها اللي مشات لها منتدى المعارضة. وبالتالي الكرة في ملعب ميالطة هي اللي ترد وردها ميالطة. احنا كفاعلين سياسيين كأحزاب نتجاوبوا معاه ونقيموه وراجعين التقييم يكون الأحسن ياكل طاقة الحوار. سيد الرئيس ما ترى عن إصرار المعارضة على الدخول في حوار بالشروط على أنه نوع من التعنت والرفض والآخر؟ شو ليش طلع لك الرؤيه والتفاهم؟ ما هي الشروط؟ هي المشكله بناء الثقه والهدوء بين الطيف السياسي في البلد. ان فما فتور وفما خلافات من 2009 من 2008 انقلاب 6 اغسطس 2008 الثقه يا للاسف ما ترسخت ولا خلقت بين الفرقاء السياسيين. لبناء الثقه تجرب ياسر من خيبات الامل في الحوارات اللي خلقت. المعارضه اقترحت ممهدات، ما هي شر ممهدات اياك ترى فيها جديه نظام في التعاطي مع الحوار. لننظر سيد الرئيس للحوار ظل عدم وجود الممهدات. جلس جلس جلس. لو لم توجد الممهدات انطلق الحوار. ما اعرف ذيك الممهدات كتبت رساله ومشات المعارضه اختارت تجاوب مع الحكومه. الحكومه قلت لك تقول فيها رايك لا اقل. هذا اللي قلته في النقطة الفلانية نتيجة كذا 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 انا ماني بعرف هاي النقطة انا مستعد نناقش، هاي النقطة انا مستعد احققها، هاي التقييم اللي يتعدل هي الرسالة، رسالة تقول ما قد تكتب لها الرسالة اللي تكتب هي اللي تجي تقعد لها
المنتدى كأحزاب وكبعض ويقيموها. وفي رأيي أن ما هو دولة بذل قصارى جهدهم ياك قيم وتقييم إيجابي ياك يطلق الحوار لأنهم هم يبقوا يخرجوا بلد من الأزمة. وأنا كل ثقة منهم يبقوا يخرجوا بلد من الأزمة. وبالتالي الكرة تبقى دائما ملعب الموالاة ياك عود بالصف. بالمناسبة دائما البناء الثقة نحن لاحظنا أن أحزاب المنتدى نبقاس الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة يعدلوا مهرجانات يعرضوا فيها آرائهم السياسية وعمل سياسي كأحزاب. في نفس الوقت مشات الحكومة والوزراء تلازم معهم في نفس الوقت يعدلوا مهرجانات في نفس المكان. هذا في نوع من من من, من عدم بناء الثقة وفي نوع من الاستفزاز. ترى نشاط المعارضة أصلا في ظل الحديث عن نشاط المعارضة هذا بالنسبة لي ما كان يساعد بناء الثقة بالنسبة لي ما هو ما يتوسع. واللي أخطر منه اللي قاعد بالنسبة لي مدد به هو عودان الولاد يترفع المسؤولين في الدولة ويقولوا مهوجوا الوزير الفلاني اللي عاد المهرجان. ولاد نحن الثامن خلصوهم بضرائبنا الشعب الثاني برد قاعد فيهم محيادين وعندهم عمل إداري ما عندهم عمل تعبئة الحزب معين ولا مواله. هذا خطأ وردنا المربع ردنا الوراء ولا يتواصل الولاد يتلمهم الوجهة وتلمع الناس تقال في الدولة وهاوشوا حضروا للمهرجان الوزير الفلاني والإعلام التلفزيون هون يوخفوا يعدلوا هذا ما يتواصل سيد رئيس هذا ما يتواصل وبعيد بناء الثقة ويأكد التخوف اللي عند المعارضة أن أمام نظام يتعامل نفس الأساليب القديمة ونحن نقو دائما نترقاو ونرجع للدارة نقطع مرحلة يا للأسف جينا خيبة أمل ونرجع للدارة. وهو بالمناسبة أنا ندد به الولاد والحكام والإدارة محايدة للناس تامة ولا عليها تستقرت بالتليفون وتعبئ الوزير ولا الشخص اللي عند المهرجان واضح ضد معارضة هذا ما يتواصل واضح سيد الرئيس. من درى في تقديركم يكان نشاط المنتدى الاستعراضي يكان يتماشى زاد هو مع جو الحوار والتوجه للحوار؟ الأحزاب تعد المهرجانات أي تقبع أحزاب سياسة تعد المهرجانات تبدأ لا عادي اللي أنا بشاء وقع وزراء ما تواصل فيه نوع من لأنهم عملوا بالحكم اللي أنا بشاء يتبقى قد يفهم والله بعد ما يتواصل قال قد يفهم قال ما قد يفهم ولا يتقبل العقل وما بعد بلدت به هو عودان الولاد حدد كده عودان الولاد يترفعوا للمسؤولين ويقولوا مهوا حشدوا الناس والوجهاء ويتحولوا من الولاد عندهم عمل إداري ويخلصوهم دافع الضرائب أنا وأنت وكل حد هذا ما هي عملهم هذا ما يمشي عملهم وردنا للحزب الواحد الأفكار اللي ما توازن. سيد رئيس سمو أكاديمي سألكم سؤال منهجي. من ترى كان الأهم هو الحوار والله ممهدات الحوار. ما دام الأهم الحوار لماذا عدم الدخول في الحوار؟ لا بعد تحملوا المعارضة مسؤولية وش قدها؟ لا يصطحك وايد. أنا قلت لك من الأزمة بدأت من 2009 2008 ترسخت وتفاقمت وبثنات اساسا على عدم الثقه عاد فهم عدم الثقه بين الاطراف تام كانت فهم الثقه قاع ما يحتاج مهيدات المهيدات هدف منهم بناء الثقه من بين الفاعلين السياسيين اي شيء يساعد بناء الثقه وبالهدوء وبخفض الجناح الاخر من جهه القوه السياسيه الوطنيه تشارك فيه هي قوه واحدين والحكومه ثابت تجاوب مع رسالتهم عاد في نوع من عدم الجدية وعاد هم لا يرجعوا للشارع ويرجعوا لمواطنتهم وانا ما نبقي انا بعد شخصي رايي ان هذا ما هو حل المشكلة اذا حل المشكلة لا الحوار قلتوا ونبقي ونعرف ان الموالات في واحدين ما يقول حوار بالنسبة لهم وفي واحدين يقول حوار وفيهم واحد يقول حوار وفيهم واحد الظاهر يبقوه ولا يبقوا فيه وفي العكس صحيح بالتالي جات الناس تامة تخرص بوريتان قبل ما تخرص اهدافها هي الآنية. سيد الرئيس هل من الوارد ان يدخل حزب التحالف الوطني الديمقراطي الحوار منفردا؟ لا حزب التحالف الوطني الديمقراطي ما هو يدخل حوار منفرد وهدفه ما يدخل حوار وهدفه ما يكسبش زملائه في المعارضة
وهدفه ما هو يقول لك انا مسؤول ومعارضه، ما هي معارضه مسؤوله، وهدفه ما هو عيب زملاء، هدفه هدف وطني جامع والشامل ويبقي يتحقق ويبني القصارى عشان يتحقق. هدفه ما هو ضد اي حزب وشي جامع وشامل، دور يبني في قصارى عشان ليه يدخل المنتدى في حوار ودخل يخرج الازمه، يدخل الاقطاب تام عشان يكون داخل فيه وزين عنده. ليه ما يدخل فيه بالنسبه له ما اخذ الازمه وبالتالي ما هو مشارك. اللي توقف نجاح الحوار عندكم على افضاء الانتخابات بلديه ونيابيه؟ بالنسبه لي هاي كملاحظة، اللي يخلق حوار شامل وجامع ومشاركة فيه الناس تام، راجل ذاك الحوار يبني ثقة بين الفرقاء، يفضي إلى انتخابات بلدية ونيابية سابقة لأوانها، يتشارك فيها الجميع، إياك ترسخ الديمقراطية، إياك البرلمان تعود قوة سياسية فرق ممثلة فيه، وإياك نرجع للبرلمان، والله شوف برلمان جيد فيه الآراء والآراء المختلفة، ما يعود البرلمان ذاك اللي الناس فرق يقولوا اعرج لان ياسر قوه سياسيه ما يمثل فيه. شنو؟ بالنسبه لي شيء طبيعي ان الناس فر تشارك في الانتخابات وتعود نحن الدور نشارك فيه، الناس فر مشاركه فيه وطالبوا الناس فر تشارك فيه. بغض النظر عن الانتخابات سيد الرئيس، شنو هو سقف توقعاتكم من الحوار؟ ومدرا كان عندكم عريضه محدده بخصوص الحوار انتم في الاتحاد الوطني؟ احنا كحزب عندنا افكار وعندنا اراء مشروع لوطني، وخطا يجي الحوار ونعرضها كيت قضية الشيوخ وكيت قضية القائمة الوطنية وكيت قضية الانتخابات وكيت قضية بناء المؤسسات وكيت قضية التشغيل وكيت قضية مجلس الوزراء تعييناته ما يتم يوخو فرجو ولا يتم يعنو، هذا الحساسية واهتمام الناس بمجلس الوزراء مجلس الوزراء تعيينات فيه تعود شيء طبيعي، تبدا على الكفاءات تعود قاعد تعدل لجان في كل وزارة ترصد الكفاءات تخلق طبيعية وتعود بالزبوني، عنده ياسر من الآراء اللي يرسخ العدالة والمساواة بين الموظفين وبين وكلاء الدولة ويساعد في ترسيخ الدولة، دور تروحوا في الحوار ودور تطالبوا بتحققوا يا غير بعد ما هو بالنسبة ما هو يعود عرقلة نجاح الحوار، هدفنا هو الحوار ينجح لكن ناخذ من هذه الأزمة اللي تشابكت مع أزمة اقتصادية ولا تطرق عليها نختار بعض نتطرقوا عليها. من درى شنو هو تقديركم لتنامي الخطاب الخصوصي اليوم في الساحة السياسية؟ أصبح الخطاب السياسي يتلون بألوان عرقية وشرائحية بشكل لافت، شنو هو تقدير هذه الحالة بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا موريتان دولة فيها ياسر الشرائح، ياسر فيها الطبقات، فيها ياسر الظلم خلق في تاريخها، ما مسؤول عنه حضرك غير خلق، المسؤول عنه حضرك، مسؤول عنه الدولة، مسؤول عنه الكفاءين، هو تصحيح التفاوت الطبقي والعرقي بين شرائح مجتمع بورتان. إياك وفهم تكافؤ فرص في البداية لجميع الموريتانيين، وعدوا مالي فهم مساواة وعدالة وتفكاوا فرص بالنهاية عند التشغيل وعند التعليم، وتعود الناس فرص تحس ان البلد بلدها والوطن وطنها، ما فرص لحد يعود ولا فلان والله عنده علاقة بالفلاني والله فلان اياك يكسب على ظهور الناس. وهذا هو اللي فهم حراك موريتاني يطالب الوصول، وجات الناس فرص تتجاوب على الحراك اياك ترسخ المساواة العدالة من جميع موريتاني، وتخلق بطريقة مؤسساتية رياحية، ما تخلق بطريقة استفزازية ولا بطريقة ان فلان عدل اغلاط تاريخية خلقت، نعالجوها باش بالعدالة بالمساواة بالتمييز الايجابي، التمييز الايجابي نشرحوه من الاماكن اللي شت اول كنت اقول لك وين الاكاديميات، الاماكن اللي نلاحظوا فيها الفقر وفيها عدم التعليم وفيها عدم مواكبة النمو، من يد الدولة تستثمر فيه اكثر، يعني الناس في نفس المرحله وفي نفس التكافؤ وفي نفس الظروف في التعليم اساسا وفي نفس الظروف في التشغيل. يعني واحدين يقول لك من هاي الشرائح ما يطرحوا يقول لك انهم جابوا صعوبه في التعليم، يعني ظروف التعليم صعبه عليهم، لانهم يبذلوا ذاك المجهود وتعلموا
جبروا لي الصعوبة في التشغيل. يعني ما عندهم علاقات ولا عندهم وسطات ولا عندهم ظروف طبقية. عادوا تعال لكن اللي بتروا فيه في البداية لا يبتروا في النهاية. هذا قلت الدولة تحلو لا بالعدالة بالمساواه. بمعنى الدولة بوصفها هي أكبر مشغل في البلد. هذا مولي من أخطاء من الخلل للبلد. عودان الدولي أكبر مشغل. كان جات عندهم القطاع الخاص يشغل الناس. وهذا لا يخلق الله من قطاع غير مصنف يصنف. ما من منطقي انك شارع الرزق هذا اللي فيه رقم اعماله تجاوز المليارات ولا واحد فيه مسجل عند صندوق الضمان الاجتماعي ولا واحد فيه عنده عقد عمل. هاي يخلق باش الدوله تخفض الضرائب على التجار وعلى رجال الاعمال وعلى القطاع الخاص. بالمقابل هم يصنفوا عمالهم يسجلوهم عند صندوق الضمان الاجتماعي ولا عندهم عقود. اياك القطاع الغير مصنف يدخل كقطاع مصنف اياك ينافس الدوله في التشغيل. لان الناس فر دور التشغيل لا الدوله الوحيده اللي تعطي عقود عمل. القطاع الخاص ما اعطى عقود عمل وبالتالي ما عاد يشتغل بنفس الوتر. وهذا من الخلل اللي خلى الدوله هي الوحيده المشغله وخلى الناس تهتم مجلس وزراء وخلى الناس تهتم بالزبونيه وخلى الدوله التعاطي السياسي يعود اعرج وخاسر وخلى المدير يشكون لا يعود مدير لا بالتملق وبالتفاني في الحزب الحاكم. هي خطا كبير وكان يعود قاع تشغيل يعود في القطاع الخاص وفي نفس الوقت اللي في الدوله يعود في عداله ومساواه. الرقي في المناصب حسب الكفاءات العداله. لان واحد يعود يشتغل مع واحد هو يشتغل ويطلع الصبح ويشتغل الليل نهار وجدي نهار القضيه الدار الاخر مدير انه تملق الواحد ولا قريب منه. هذا يخلق خيبه امل ويخسر العمل. هذا هو اللي خلق خلل في اداراتنا وموظفينا وفي شبابنا وفي كفاءاتنا. وواحد يجبر صعوبه ياك يتعلم من هذه الطبقات من الشرائح وياك ينجح ما شاء الله ولله الحمد والحمد لله والتحدث بنعمه الشكر ياسر المرتدي كرام وياسر من الشباب كرام من جميع الفئات ومن جميع الطبقات وفي جميع مرتين وفي جميع مناطقها. يقال هاي الناس اللي ضحات بوقتهم وإلها ضحاوا بمالهم ياك كرام يعني تلاقوا وجود التشغيل لو تجيك الزبونيه والاقطاعيه يخلق نفس الخلق ونفس خيبة الامل. ولا بد من الدوله تخلق ميكانيزم في عداله وفي مساواه لجميع المواطنين ياك يحسوا البلد بلدهم وانهم مساوين فيه. ولا يقدعوا هذا نقوله ونكرر ما يقدعوا لانتماء لحزب معين سبب في الرقي في الوظائف والانتماء لحزب معين سبب في الحرمان في الوظائف. بلا معنى يا تعود هذا يختلف من ما عندي يا تعود الهدف هو العمل يعدل حسب الكفاءه. اللي عنده الكفاءه انتماءاته السياسي له هو حر فيها كفاءته عمله هو اللي يبني الدول هو اللي اسسها هو اللي يقدم الدول. فالعالم بالديمقراطيات المتقدمه تصبر الوزير ما عنده المناصب يقدر يعجبني اللي ما صوت ستاف معناها صوت دكتور الكابينه ومستشار الخاص لازم اكبر ماشي بتسلسل حسب الكفاءات ما يقدر يغير فيه ولا يقدر في حد يقدر مستشار هو الشخصي يقدر يعجب مديره الخاص قد ما يقدر عبد الله الاخر نبر التسلسل ماشي بطريقه لجان تنقط الدهش وتتقدم وشيء طبيعي ويمشي بطريقه اريحيه. بالتالي تفهم التفاعل فهم العمل وفهم التفاني في العمل يعني كذا يحس انه لا يجبر حقه. يقعد واحد يتفانى في عمله وقع ما بصير حد عمله يطلع فوق واحد لانه عنده علاقه بشخص معين. وهذا هو خلل جوهري في ادارتنا ومؤسساتنا وكان واللي خلى الناس تركز عليه. نرجع هون لان الدوله هي المشغل الاكبر. لو كان القطاع الخاص منافس قوي ومشغل يعود قاع يعوض يعود عنده القدره اللي ما يعود الناس مصبه اهتمامه لا على الدوله هي تشتغل. سيد الرئيس في اطار الاهتمام بالفئات والشرائح الهشه في المناطق الطرفيه في الايام الماضيه ادى رئيس الجمهوريه زياره لبعض الاحياء الطرفيه في عرفات. الا ترون ان هذا اهتمام شنو تقييمكم لهذه الملامسة وهذا النزول وإطلاق مشاريع؟ رئيس الجمهورية يزور المناطق النائية ويزور الفقراء. هذا
مهم، لعاد الله عنده مردود إيجابية، لعاد الله زيارة تفقدية يجي يخرص ويمشي، لا يطرى شيء، يعود سلبي. إذا رئيس الجمهورية ياتو فين يجي؟ هذا هو نذكر به، منطقة معينة، ويلامس مشاكل الناس، ويشوفهم بعين ما لاقب ما 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 فيه تكذيب، ويحس مشاكل، من يات تحسهم وتحس الناس نطرش. يعود الله يجي ويمشي، وهذا يخلق كلام مرة وانت ماشي كلمة طرشة. عود الله. فهي زيارة تم إطلاق بعد ترشيم بعض المشاريع وإطلاق بعض آخر. شنو تقييمكم للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد؟ والله شفت الوضع الاقتصادي في البلد، وضع نحن نعيش أزمة اقتصادية في البلد قوية نتيجة المعادن خفض سعره، تعرضنا صدمة قوية. ايش صدمة تعرضنا لها؟ عالجناها بطريقة ما هي صالحة. قلنا ان يخفضوا ينفع، يعود السياسة تقشف، لكن عوضوا المداخل كانت تدخلنا من المعادن، وهذا خلق لنا سلسلة صدمات ما هي صالحة. نحن كان الأحرى بين الدولة من جبر صدمة المعادن، صدمة انخفاض أسعار المعادن، أن شركة السنين شركات المعادن إنتاج جهازات وأمسيام تغير هي كلفة إنتاج وتراعي أمورها داخليا، ياك تخفف عليها الأزمة، ياك تحتفظ بمكاسبها، والدولة من جهة تدعمها، ياك تم محتفظ بعمالها بالقوة العاملة عندها. قال في الدولة في المقابل كانت لان هي هزمتينا في قطاع معين، من جهه طيت على سياسه انتعاش اقتصادي، معناها تخفف الضرائب ما تزيدهم، القيمه المضافه زادت على غلط، ومن جهه تزيد الانفاق ما تنقصه، ومن جهه تزيد الرواتب. تقول لي لا يتعدى باش، اذا يخلق عجز مالي قد يمشي الى 5 إلى 6%، تناقش مع الشركاء في التنميه انها تخلق عجز مالي يقال لا يتعوضوا بانتعاش اقتصادي اللي يخلى يخلق ياسر من التشغيل وباقي يخلق ياسر من النمو، لكن النمو اللي يعوض ذاك العجز. وهذه سياسه اتخذت في قدر من الدول ونجحت. اما سياسه التقشف واستخدمت سياسه الدول وفشلت، لا اعطيك مثال. يعطيك بعض الدول تسرح العمال وتقول الموردين احنا ما تقدر تشرب، والتلفزيون حال عنده الشركه اكثر من 10 ملايين ما يقدر يخلصوا، والنار عاجزة عن تخلص موردينهم سكت بناء الطرق. ما يخلقهاش الناس اللي تشتغل في القطاع الخاص اللي كانت تبيع للدولي اكبر مشتري، ما عندها باش تخلص عمالها، يتسرحوا يزاد لنا طابور بطالع، وبالتالي يتخلق لنا صدمة. يجيك المحروقات يعني تتقص، لان يعني اسعارها غالية. قالنا هاي المحروقات اللي خلوها غالية لكن عوضوا بها ديك الضرائب اللي كانت جاية معاها، هذا خلل لا تنخفض للطبقة المتوسطة اللي قاعد قليلة اللي رافدة على ظهرها أكثر الطبقة الفقيرة، تحوز عليها وتدير عليها أسعار المحروقات وأسعار غالية في السوق، لا تضعفها عن تقدر تقوم قاعد يبيع مشياتي ولا سيما تقوم مشيات أخرى، وبالتالي تخلق مالي صدمة والصدمة الخافة. رئيس متى عند الوقت سياسة وتتفاقم الأزمة، وهذا هو اللي نشوفه اليوم مع الأسف. والطريقة اللي قبلها طريقة بالنسبة لي فاشلة. بالمناسبة انت تسمح لي انت فرصه تكلمنا عن المحروقات، والحكومه قالت ان هاي بعض تصريح من الحكومه برا قارنت المحروقات بفرنسا باختصار ما ترى عندنا ناس سيد الرئيس نجيب رايي في هاي القضيه. شوف اليوم هذا انت قبل موقع قال جلوبال بترول برايسز اسعار المحروقات. تصبر الليتر غازوال في المغرب هاي الحاك 224 كيلو. في مالي 299. في السنغال 299. في النيجر اللي ما عنده كاع معبر بحري 264. وفي فرنسا 307 كيلو. ونحن 384 اغلب المتهم. والمعدل العام السعر ليتر غازوال بالعالم 244 كيلو. احنا اكثر منه 140 كيلو. بالتالي هاي اسعار المحروقات ما بمشي قد يبرر غلاءها. وقال هم ان
غلائها جروا تبرير مال دكتور ذكرهم من اوروبا من 1945 الى 1973 عاشت 30 سنه جميله ترانتين جلوريوس بطالة فيها ناخر نمو متواصل تشغيل خارج مشاو الى المغرب الى الجزائر الى فراغي يعني يقبلوا العمال حتى نفهم مفكرين بدو يقول الازمات الاقتصاديه بدات تخرب لين جات ازمه النفط 71 بدات قالوا الشماش بدات البطاله بدات المشاكل تتفاقم وبدات قالوا الدورات دوره نمو دوره ركود دوره عجز دوره ازمه ما بالك امورتها يعود فيها الوقود لاحق 384 بدوله فقيره عندها المشاكل